تستعد الروبوت الأمريكية صوفيا للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض. نعم، روبوت بمعنى إنسان آلي، في الوقت الذي انقسم فيه المصريون بين متابعة هاشتاغ نايوم وهاشتاغ الحمار المحظوظ. وأيضا لا تدع صورة ليدي غاغا مع رؤساء أمريكا تشغلك عن معرفة العلاقة بين فلسطين ونادي سلتيك الإسكتلندي. قصص كثيرة ومتنوعة كل يوم من صفحات السوشيال ميديا نكتشفها معا في شير. أهلا بكم. بالأمس تحدثنا معكم عما إذا كان المجتمع الذي تعيش فيه يساعدك على تحقيق طموحاتك. صراحة كانت ردود الأفعال سلبية بنسبة 93% بحسب تصويتكم. لهذا قررنا أن نهزم هذه الروح المحبطة ونرفع شعار هاشتاغ إيجابية كنوع من التشجيع لبعضنا البعض لنصبح أكثر إقبالاً على الحياة والعمل والإبداع. لهذا نطلب منك اليوم أن تشاركنا في كتابة الدليل العملي لمواجهة تحديات الحياة. كيف تكون إيجابياً؟ شارك بأفكارك وأرائك معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك على الشاشة أو عبر رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب وتواصلوا معنا على هاشتاغ شير الغد. بماذا غرد الوطن العربي اليوم على تويتر؟ البداية من المملكة العربية السعودية، غرد شبابها على هاشتاغ مبادرة مستقبل الاستثمار تزامنا مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي في العاصمة الرياض بمشاركة 2500 شخصية رائدة وأكثر من 65 دولة وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بينما في مصر تصدر هاشتاغ مشروع نيوم بعد إعلان ولي العهد السعودي عن مشروع اقتصادي استثماري تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي يمتد من السعودية إلى مناطق داخل أراضي مصرية وأردنية. في الإمارات العربية المتحدة كان الاهتمام اليوم مختلفا، فقد تصدر هاشتاغ رونالدو بعد الإعلان رسميا أن اللاعب كريستيانو رونالدو فاز بجائزة The Best لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لسنة 2017. أخيرا من لبنان كان المسيطر على تايم لاين هاشتاغ صوت المغترب اللبناني بعد انتشار حملة لبنانية على تويتر لدعوة المغتربين لتسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية. ليدي غاغا مع آخر 5 رؤساء أمريكيين معلقة: لا شيء أجمل من أن يضع الجميع خلافاتهم جانباً لمساعدة البشرية في مواجهة الكوارث. صورة نشرتها غاغا على تويتر استفزت شتى أنواع التعليقات من مغردي العالم، وتظهر فيها بصحبة رؤساء أمريكا السابقين أوباما، جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، بيل كلينتون وجيمي كارتر. وكانت خلال حفل وان أمريكا أبيل لصالح ضحايا الأعاصير التي تعرضت لها الولايات المتحدة مؤخراً. يبدو أن تأثير ليدي غاغا على الرؤساء كان قوياً، فبوش الأب تمنى على تويتر أن يغني معها، ورد عليه أوباما قائلاً: سندعك تحضر لأغنيتك معها ونحن سنعمل على جمع التبرعات. تخيلوا لو كان دونالد ترامب هو من طلب أن يغني مع ليدي غاغا، فكيف سيكون شكل هذه الأغنية؟ وإلى مفاجأة أخرى، كانت دولة الإمارات فاجأت العالم بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، وبالتفكير في الأمر اتضح لنا أننا فعلا بحاجة إلى هذه الوزارة في عالمنا العربي. اليوم السعودية تفاجئ العالم أيضا بعد أن تقرر أن يكون الروبوت الأمريكي صوفيا لها دور في مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث ستدير إحدى الجلسات لتؤكد المملكة على دخولها عصر الذكاء الاصطناعي. ما رأيكم أن أتعرف على روبوت صوفيا أثناء حوار لها بالأمم المتحدة؟ And I just got these new hands. Check this out. But I'm still learning a lot.
For instance, you learn social and emotional intelligence instinctively, but I am just starting to grasp the simplest elements of this. جمهور فريق سلتك الإسكتلندي يفوز بجائزة أفضل جمهور في العالم بسبب فلسطين. توج جمهور فريق سلتج بالجائزة خلال احتفال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في العاصمة البريطانية لندن بالأمس، وجاء ترشيح لما قدموه من عروض مذهلة وتشجيع كبير ودعم حقيقي لأنديتهم خلال العام الماضي. ويشتهر جمهور سلتك برفع علم فلسطين بشكل متكرر في مباريات الفريق. حمار في مصر يثير الجدل على تويتر بعدما أطلق عليه المصريون لقب الحمار المحظوظ، ودشن مغردون على مواقع التواصل هاشتاجات كثيرة باسم هاشتاج حمار سقارة أو هاشتاج الحمار المحظوظ. السبب عجيب وغريب. بدأت الواقعة قبل أيام بقصة نشرتها إحدى الصحف المصرية لمجموعة من السياح السويسريين الذين زاروا منطقة الإهرامات، وشاهدوا بالمصادفة مصريا يمتلك عربة يد ويقوم بتعذيب حماره. فتعاطف السويسريون مع الحمار ودخلوا في مشادات كلامية مع صاحبه، لدرجة أنهم طلبوا شراءه، ووافق الرجل مقابل 800 يورو وتوجهوا بالحمار لطبيب، وبعدها أنهوا أوراق سفره معهم إلى سويسرا. مطاردة في شوارع مصر تنقذ شاب سوري من الاختطاف والقتل على يد مجهولين. فيديو انتشر على فيسبوك تحت هاشتاج مطاردة مثيرة. هذه المطاردة وقعت بين أسرة مصرية ومجهولين اختطفوا شابا سوريا. صاحبة الفيديو يارا علاء الدين شاركت مع أسرتها في هذه المطاردة وكتبت تفاصيل الحادثة بالكامل على صفحتها على فيسبوك، عندما اشتبهت في سيارة بداخلها ملثمين وضحية يتم ضربها في السيارة، فلم تهدأ حتى أوقفت السيارة وتم بالفعل القبض على الخاطفين. سخرية كبيرة على هاشتاج الخشرمي بالمستشفى يطلب دعائكم. هذا الهاشتاج انتشر اليوم بالسعودية، وكان رد فعل المغردين على خبر دخول المطرب السعودي عبدالله الخشرمي للمستشفى، معللين السبب أنه صيبة عين بعدما انهالت عليه الهدايا بسبب تغريدة نشرها على تويتر. الخشمي كان يبحث في تغريدة عن شقة بالرياض، لكنه وجد الأسعار مرتفعة، وبمجرد أن علق المستشار الهندسي السعودي برجس حمود البرجس على تغريدته، سعت كل شركات العقارات لاستغلال الأمر كنوع من الدعاية له وأعطته شقة هدية، وكذلك شركات الأثاث وكل مستلزمات المنزل. من جديد، عادت الشائعات تطارد الفنان المصري أحمد حلمي، والتي تقول أن حالته الصحية تدهورت مرة أخرى بعدما شفي من ورم حميد قبل 3 سنوات. الغريب أن ظهور أحمد حلمي قبل يومين في حفل توزيع جوائز السينما العربية وكان في كامل لياقته وخفة دمه لم يوقف هذه الشائعات، إلا أن حلمي قرر التصدي سريعا لهذه الأقاويل عن طريق السوشيال ميديا. مستمرون معكم في شير، وبعد الفاصل نستعرض إجاباتكم على موضوع اليوم. موضوعنا يقول: شاركنا في كتابة الدليل العملي لمواجهة تحديات الحياة، كيف تكون إيجابيا؟ كما سنتعرف أيضا على العلاقة بين حورية البحر أو ميرميد والنظافة المنزلية. انتظرونا في شير بعد قليل. أهلا بكم مرة أخرى في شير.
كثير من السيدات يتحولن إلى سندريلا في المنزل، لكن قبل أن تلتقي الأمير، ويصبح تنظيف المنزل كابوس يومي عليهن التعامل معه بشكل أو بآخر. وطبعا بسبب طبيعة منطقتنا العربية المليئة بالأتربة، نحتاج بشكل مستمر لتنظيف المنزل، إما من خلال وجود عامل بشكل دائم يتولى مهمة نظافة المنزل، أو عن طريق الاتصال بمراكز النظافة لتوفير عمال يقومون بهذه المهمة. لكن في عصر السوشيال ميديا، سندريلا تحولت إلى حورية البحر على يد جهاد عبد الله من خلال موقعها الإلكتروني ميرميد. ولتفاصيل أكثر تنضم إلينا جهاد عبر سكايب من القاهرة. جهاد هي مؤسسة مشروع ميرميد. مساء الخير جهاد، أهلا بك معنا في شير. أهلا بك، مساء الخير. نود أن تعرفينا حضرتك شخصيا على ميرميد وماذا يقدم. أكيد، ميرميد بكل بساطة هي منصة إلكترونية بتساعد على تقريب المسافة بين عمال النظافة المدربين الموثوق فيهم إلى أصحاب البيوت أو ربات المنزل اللي بيحتاجوا حد يساعدهم في تنظيف بيوتهم. جهاد، يعني إذا تصفحنا الموقع يراودنا تساؤل، هل هذا الموقع يخاطب فئة معينة من الجمهور؟ بالنسبة يعني يمكن سؤالك جاي أكتر ناحية الأسعار، بس حالياً إحنا عاملين الأسعار اللي بتناسب السوق. لو حد جاب عامل نظافة أو عاملة نظافة للبيت، أسعاره هتكون قريبة جداً، بس يمكن إحنا عشان بنحسبها بطريقة مختلفة، وإحنا كمان بنوفر المواد اللي بنشتغل بيها، ده بيساعد ناس كتير جداً. بدل يعني ده حاجة من المميزات اللي احنا بنقدمها، بدل ما الناس تروح تشتري أدوات النظافة أو منتجات النظافة اللي هينظفوا بيها البيت، لا احنا بنجيبها معانا، فبيكون زي باقة كلها على بعض بالعامل. إذن حدثينا أكثر عن هذه الباقة، فأنتم لا يعني لا توفرون العامل فقط، لا هناك باقة أيضا. طبعا عن طريق الويب سايت صاحب البيت أو يعني اللي بيكون عايزين ينظفوا بيوتهم بيدخلوا على الموقع بيختاروا إذا ينفع، إذا هم عايزين يجيب الأدوات معانا أو لا. فدي حاجة بتسهل، دي زي بلس بوينت لكل الناس اللي عايزين ينظفوا البيت، لأن عادة الناس بتستخدم الأدوات أو المنتجات اللي في البيت، بس إحنا كشركة عايزين نثبت نفسنا أكتر في النظافة، فبنجيب منتجات معينة تكون تأثيرها أقوى، فعادة بنعمل ريكومنديشن إن هم يختاروا الأوبشن بتاع الديترجنت أو منتجات النظافة اللي بنجيبها. نعم، بتكون باقة متكاملة. طيب جهاد، فكرة أن أسمح لشخص بدخول منزلي للمساعدة في أعمال البيت وخاصة التنظيف فيها كثير من الخطورة، فيعني على أي أسس يتم اختيار العمال الذين تتعاونون معهم؟ أكيد، ودي أول نقطة كل الناس بتبقى قلقانة منها، طبيعي جدا زي ما قلت إنه بيدخلوا بيوتهم، فإحنا أولا بندرب الناس دي، كل عمال النظافة بيكونوا تابعين لميرميد بيكونوا مدربين على إيد ناس عندهم خبرة في النظافة تفوق 10 سنين أو أكتر كمان، فبنكون متأكدين من جودة العمل. أما بالنسبة للوثوق أو يعني يكون شخص أمين وموثوق فيه، إحنا بنعمل كل الإجراءات الأمنية أو background checks، كل الإجراءات دي إحنا اللي بنعملها بنفسنا، وبنطلب منهم شهادات كتيرة جدا، في منها بتبقى إجراءات أمنية وطبية طبعا، ده غير التريننج اللي إحنا بنعلمهم فيه حاجات أكتر زي ما أنا قلت. فكل ده البروسيس كله بيكون background check أو الإجراءات الأمنية، فإحنا بنكون واثقين جدا في العمال بتوعنا، وخلال السنة ونص اللي بنشتغل فيهم في ميرميد عمر ما أبدا حد اشتكى لا من الجودة أو من سوء معاملة من العامل. هذا رائع جدا، لكن في النهاية هو تعامل بين بشر والأخطاء واردة، فكيف تتعاملون مع المشاكل؟ هو حاليا زي ما قلت يعني ما
عمر ما كان في مشاكل كبيره قوي، لان احنا شغلتنا كستارت اب او شركه ناشئه ان احنا نعالج المشاكل دي. فاحنا بصينا للمشاكل اللي بتشوفها ربة المنزل وهي بتعين عامل او عامله نظافه. اول حاجه بيجوا في الوقت، فعلى طول احنا ملتزمين بوقت معين، الوقت اللي الناس بتطلبنا فيه، الامانه، وده انا جاوبته من خلال الاجراءات الامنيه اللي بنعملها، والجوده. فعمر ابدا ما كان بالنسبه لعمل الوقت. يعني انت تطرقتي لنقطه هامه، فهو عاده العمل مع ميرميد يقدم هذه الخدمة لمدة كم ساعة؟ على حسب البيت نفسه، بس أكثر وقت العامل ممكن يشتغله هو 8 ساعات. رائع جدا. جهاد، فكرة جديدة. صحيح أن كل شيء الآن أصبح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، ما هو تقييمك لحجم عمل ميرميد بعد عام ونصف؟ بعد عام ونصف إحنا نستنى نروح أماكن تانية في الوطن العربي، يعني إن شاء الله بعد عام ونصف يمكن نكون في مدينة تانية، في بلد تانية برا مصر. فده إحنا كلنا كفريق عمل بنحلم بيه، وطبعا بيكون بنوفر عماله اكتر، ويعني احنا هدفنا برضو ان احنا نعمل فرص عمل، فهدفنا ان احنا نعمل فرص عمل اكتر بحيث ان احنا نساعد ربات منزل اكتر او اصحاب بيوت اكتر، وطبعا نروح لمدن ثانيه زي ما قلت في الوطن. رائع جدا. طيب هل فكرتم في عمل تطبيق، خصوصا أن استخدام الأشخاص الآن للتطبيقات على الهواتف المحمولة أكثر من استخدام ماتهم للمواقع الإلكترونية التقليدية؟ أكيد الموقع الإلكتروني الخاص بميرميد هو يعني هو موبايل ريسبونسيف أو موبايل فريندلي، فأي حد ممكن يدخل على ميرميد عن طريق الموبايل هيظهر له أكنه موبايل أبليكيشن. يعني دي حاجة في التكنولوجي احنا بنيين عليها الويب سايت، بس طبعا فكرنا ان احنا نعمل موبايل أبليكيشن، تطبيق للهاتف، واحنا حاليا بنعمله وهيكون متاح للعملاء بتوعنا من أول شهر 1 في السنة الجديدة في 2018. فكرة رائعة، أتمنى لك التوفيق. سريعا، لماذا اخترتي ميرميد؟ ميرميد هو بالإنجليزي حورية البحر، وبرضو بالإنجليزي مقسوم كلمتين مير وميد. ميد لوحدها كجملة تعني خادم أو خادمة، فاحنا بنميز الجمله دي شويه، لانه في الوطن العربي ساعات ناس بتتكسف تقول شغلانتها ان هي ميد، مع انه دي شغلانه يعني احنا الشركه كلها قايمه عليها، فخليناها ميرميد لانه اسم لطيف، ومين مش عايز يكون ميرميد، فاحنا عملناها كده. كل الشكر ليكي جهاد عبد الله، مؤسسه مشروع ميرميد، بالتوفيق. وصلنا معكم للدردشة، وكما قلنا في البداية بالأمس كان موضوعنا عن المجتمعات التي نعيش فيها، هل تساعدنا على تحقيق أحلامنا وطموحاتنا؟ بصراحة كانت ردود الأفعال سلبية جدا ومحبطة بحسب تصويتاتكم وتعليقاتكم، لهذا قررنا اليوم أن نهزم هذه الروح ونشجع بعضنا البعض لنصبح أكثر إيجابية. طلبنا منكم أن تشاركونا في كتابة الدليل العملي لمواجهة تحديات الحياة وكيف تكون إيجابيا. لنرى كيف كانت تعليقاتكم. البداية مع جميل أبو قاسم الذي قال: كل إنسان فينا يحمل في نفسه طاقة قد تكون إيجابية أو سلبية، وقد يمزج بين الطاقتين بحسب الموقف. الطاقة الإيجابية هي طاقة تحمل في طياتها الحب للجميع. تعليق رومانسي جدا. فادي أبو ناصر قال: حتى نكون إيجابيين لا تدع اليأس أن يدخلك، كن متفائلا وكن على يقين أنك ستنجح وستصل لهدفك مهما كانت الظروف. محمد ناجي كانت له وجهة نظر، قال: أحب أنك تحب نفسك في الأول، وبالتالي حتعرف تشتغل على نفسك كويس، أنك تحفزها وتحتاج تدرب نفسك على التحديات، وبرضو تحط لنفسك أهداف يومية تشتغل على تحقيقها. فكرة عملية بحق. أيمن علق قائلا: تحديد هدف للحياة ومبدأ للمشي عليه، وعدم مقارنة أنفسنا أو حياتنا بحياة أشخاص آخرين.
الحقيقة تفاعلاتكم على موضوع اليوم كانت ملهمة بحق، لهذا قررنا جمع أفضل النصائح التي تفضلتم بها حضراتكم وجمعناها في دليل شامل، هو دليل جمهور شير للإيجابية. لا تنسوا أن تشاركوه مع أحبائكم. إيجابية في كل الأوقات. هذه كانت حلقتنا لليوم، ونحن بانتظار مشاركاتكم معنا من خلال تعليقاتكم قصصكم عبر صفحات شير على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة أو عبر تطبيق الواتساب. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب، ودائما خاطبونا على هاشتاغ شير الغد. غدا حلقة جديدة من شير، إلى اللقاء.